أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا السائل يقول: الشك في عدد الرضعات، ما حكمها وكم عدد الرضعات المحرمة؟ عدد الرضعات المحرمة 5 مصات، يمص اللبن في كل مصة ويدر عليه اللبن ويبتلعه، ثم يمصه ثانية وهكذا حتى يكمل 5 مصات، سواء في مجلس واحد أو في عدة مجالس. هذا نصاب الرضاع. لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان فيما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم 10 رضعات معلومات يحرمنا، ثم نسخ ذلك ب5 رضعات معلومات يحرمنا. والرضعة هي المصة كما في قوله صلى الله عليه وسلم: لا تحرم المصة ولا المصتان ولا الإملاجة ولا الإملاجتان. نعم. أحسن الله